بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا لبشر قبلك الخلد فإمت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوصف. والله لو كلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما كفى. والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أوصال له لن تعرف. والله لو ماء البحار بجمعها جاءت مدادا لوصف أحمد ما كفى. يكفيه لقيا، يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره لكن نور محمد لن يخسف. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب الكريم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا علم من أعلام رياد القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة.
يقيم الصلاة وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا يوم فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الله الذي خلق السماوات فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وسخر لهم الفلك لتجري البحر بأمره وسخر لهم الأنهار وسخر لهم الشمس والقمر وسخر لهم الأنهار وسخر لهم الشمس وسخر لهم الليل والنهار وسخر لهم Oh.
إن الإنسان لظلوم كفار Oh,
ربنا بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق
إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اجعلني مقيم الصلاة ولا تحسبن إنما يؤخرهم
تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقعد مكروا مكرا وقعد مكروا مكرا وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم تزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده فلا تحسبن
ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب
اعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحق تبارك وتعالى: يا ابن آدم إن أعطيتك الدنيا انشغلش عني في طلبها، وإن أخذتها منك انشغلش عني في طلبها، فإن لم تتنعم بذكري في الدنيا لم تتنعم بزواجي في الآخرة. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، صدقت وقولك الحق، إنك على كل شيء قدير. أخوة الإيمان والإسلام، عشنا سويا في رحاب هذه التلاوات المباركة الذي تلا على مسامع حضرتكم علم من أعلام جمهورية مصر العربية في تلاوة وتجويد القرآن الكريم، وهو صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور الشيخ عبد الناصر عرب المقيم بالقاهرة، كما نقلت على مسامع حضرتكم صوتا ونورا من شركة اليمان الكهربائية للصوت والضوء إدارة الحاج سيد اليماني وأولاده المقيمين بمدينة المحلة الكبرى المنشيه جديدة شارع 10. أما من أولى مخازن الفراشة الذهبية فراشة شيخ الدار الكبرى لصاحبها الحاج عكازي شيخ الدار المقيم بكبرية مركز المحلة الكبرى.